بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتنا في الله، معكم أخوكم معاد، مجموعة تربية الحسون والكناري بشكل احترافي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير إخواني في الله. درس جديد مهم جدا لعشاق الريسيسيف الأبيض، ريسيسيف بالإنجليزية وايت ريسيسيف. طبعا إخواني في الله، اللي ما يعرف الأصل تاعه الأبيض هذا ريسيسيف، هو يعني أصله إنجليزي خوتي. كيفاش تفرق بين الأبيض دومينو والريسيسيف؟ يعني الأبيض المتنحي تلقى فيه، أو أبيض دومينو بيتو متحكم، تلقى فيه في الجناح، يعني تم في الجناح ضربة صفراء. وبعض الأحيان يجي يعني أقل، يعني كما نقولوا القامة تاعو، لاطاي تاعو تجي صغيرة شوية على الريسيسيف. الريسيسيف جي بطبيعة الحال يعني حجم كبير، تات كاري، رأس مربع. راح نعطيكم حل معلومات اخواني بسيطه على الريسيسيف. بزاف الناس في هاد يعني السنوات اللي مضت يعني راها بزاف مهتمه بتربيه انواع الريسيسيف، ولكن الكثير منهم ما ينجحش، الكثير منهم لم يوفق. فمن الملاحظ انه نسبه الوفيات عندهم بزاف والانتاج عيان. بزاف اخواني ما يعرفش شي صوالح راح نقوله لكم اليوم. خصكم تعلموا اخواني في انه الابيض هذا الريسيسيف هو يعني من النوع الذي وراثيا الجسم تاعو ما يخدمش الفيتامين أ والفيتامين دي بكثرة. الجسم تاعو ما عندوش القدرة على يعني صناعة الفيتامينين هذو، الفيتامين أ والدي. لهذا إخواني في الله، يعني عكس مثلا عكس هكذا الأحمر أو الفاو أو هذو كامل، هذو كامل الكناريات اللي هنا الجسم تاعهم يصنع الفيتامينات يعني طبيعيا. طبيعيا يعني تشمسو خلاص راح يرفد فيتامين دي، الفيتامين ا من الاكل هذه الى اخره. اما الريسيسيف عنده نقص كبير في الفيتامين ا والدي. لهذا اخواني دائما قدموا الباطي للريسيسيف. الباطي هاكم تشوفوا الباطي، ويكون مخلط بالفيتامين ا والدي حتى تعاونوه ان شاء الله، حتى لانه الفيتامين دي راح يثبت الكالسيوم في الجسم، وبالتالي ان شاء الله راح يكون يعني عنقود البيض راح يكون مليح. يعني تمد لكم 4 حبات 5. وايضا الفيتامين ا كما تعلمون تاثير تاعو على العينين، يعني العصفور تاعكم هذا دائما للعينين تاعو راح تكون في صحه جيده، ويعني بغض النظر عن كونه مضاد للاكسده، لانه كم الفيتامينات يعني مضاده للاكسده. وبالتالي الريسيسيف تاعنا يبقى دائما في صحه ممتازه ان شاء الله، والانتاج تاعو يكون وافر، لانه راك وفرت له ما يحتاجه الجسم تاعه. طبعا اخواني انا بالنسبه يعني الفيتامين دي والا اللي نوفرو، يعني تعطي اي باطي، ها هو الفيتامين هذا يجي مع الراجو خوتي، يجي مع الراجو، مع الباطي تاع الراجو. انا دائما نقدمه الباطي تاع الراجو، يعني ها هو الباطي راح نوريه لكم ان شاء الله. الباطي تاع الراجو هذا هو، ها هو الباطي تاع الراجو. يعني في كل 4 كيلوغرام تفتحوا يعني فيتامين هكذا. خلاص خوتي ها هو فيه الفيتامين ا الفيتامين دي، تخلطوا مع 4 كيلو هكا شكاره هكا، تخلطها مع 4 كيلو تاع الباطي وتقدمها على مدار العام للريسيسيف تاعك بمعدل مره، يعني لمرتين بالاسبوع. ولكن لما يفرخ ان شاء الله الفراخ تعطيهم كامل دوك اليامات الوالة، تعطيهم هذا الباطي بالفيتامين باش هكذا ان شاء الله يطلعوا في صحه ممتازه ويسمنوا مليح. تمام اخواني، لهذا الريسيسيف يحتاج الفيتامين ا والدي. هذه معلومات يعني علميه، ما توفرلوش هذه الفيتامينات راح الانتاج تاعك يكون عادي، ونسبه الوفيات راح تكون كثيره، لانه يعني هذه الفيتامينين كما تعلمون اخواني جد مهمان لصحة طيورنا ان شاء الله. ان شاء الله نكون وفقت في هذا الامر اخواني، ونتمنى لكم ان شاء الله تكثروا التعليقات والجامات باش تنشطون القناة اخواني في الله وتبارطاجوا. ربي يحفظكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم.